يعني ايه بروجريشن؟ انت عزفت يا بتاع البيانول وقعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنبدأ اول حلقة في تركيب اللي خدناه كله في الهارموني عشان نبدأ نشوف هنعمل بيه ايه. ناس كتيره كانت بتسال، وانا لما هتعلم السلالم وهتعلم الكوردات، طب انا هعمل ازاي؟ هعمل مزيكا امتى؟ هبدا اعمل مزيكا. الموسيقى زي ما اتفقنا في حلقه قبل كده، راجعها الحلقه بتاعتنا بتاعت ما هي الموسيقى. الموسيقى عباره عن في لحن بيقول حاجه، او سولو او غنى بيقول حاجه في المقدمه، وفي خلفيه بتمهد ليه، خلفيه بتمهد ليه حواليه، او ستاره وراه من حاجه بيسموها الهارموني او التالف او ال بالظبط اللي بنسميه عندنا الكوردات، او الحاجه اللي بتبقى ورا مش باينه بس المجموع كله بيطلع في الاخر الرساله اللي انا عاوز اقدمها بالمطرب او بالصوت او بالسولو اللي انا عاوز احطه في المقدمه. هو انا يعني طبعا السلالم بقى تنفعني في ايه في الموضوع ده؟ خد بالك بقى، كل سلم عندنا، لو خدنا مثلا سلم الدوماجير، سلم الدوماجير اول نوتة في دو ري مي فا صول لا والسي، وبعدها بنعيد تاني دو ري مي وهكذا، يبقى أكتاف أعلى منه. طيب أول نوتة لو أنا حطيت النوتة الثالثة والنوتة الخامسة فوقها، واحد تلاتة خمسة لنفس النوتة ديت، يعني هيطلع لي كورد أو تآلف. الكورد أو التآلف ده هسميه دو ماجير، بيتكون من الدو والمي والصول. وخدي بالك في الحلقة بتاعتنا اللي أخدنا فيها الهارمونيزيشن أو إنك أنت تعمل الهارموني بتاع سلم، راجع الحلقة بتاعتنا ديت عشان هتعرف الكوردات يعني إيه ماجير ويعني إيه منير. تاني نوتة إحنا عندنا الأولانية كان فيها دو المي، أدي تالتة كبيرة، وبعدها مي صول، دي تالتة صغيرة. تاني نوتة هتبقى ري فا لا، ري للفا دي تالتة صغيرة، ومن الفا للا ديت تالتة كبيرة، فهيبقى الكورد ده منير. يبقى تاني كورد في السلم الماجير هيبقى منير. يبقى أول كورد هيبقى دو ماجير، تاني كورد هيبقى ري منير، لسه كل دوت انا في سلم دو ماجير. تالت كورد مي سول سي، بين المي والسول دي تالتة صغيرة، ومن السول للسي دي تالتة كبيرة، تالتة صغيرة من تحت في المقام وتالتة كبيرة بعدها، يبقى دوت كورد منير. فيبقى عندي المي منير، يبقى دو ماجير، ري منير، مي منير، لسه كل دوت انا في سلم الدو ماجير. طيب بعد كده الفا، فا لا دو، فا واللا بينهم تالتة كبيرة، واللا والدو بينهم تالتة صغيرة، تالتة كبيرة في المقام، ده معناه ان الكورد ماجير. يبقى الكورد ماجير، يبقى الفا ديت فا ماجير، يبقى دو ري مي فا ماجير. طيب سول سي ري، سول سي ري، بين السول والسي تالتة كبيرة، وبين السي والري تالتة صغيرة، تالتة كبيرة في المقام وتالتة صغيرة فوق، يبقى ده كورد ماجير برضو. يبقى الكورد السول في سلم الدو ماجير ماجير، دو ري مي فا صول لا دو مي. نغمة الله لما اعمل لها هارموني، لا والدو والمي، لا والدو دي تالتة صغيرة، بين الدو والمي تالتة كبيرة، فتالتة صغيرة في المقام وتالتة كبيرة يعني تالتة صغيرة في المقام وتالتة كبيرة في البسط، على اساس يعني ان هو حساب يعني. تالتة صغيرة من تحت وتالتة كبيرة فوقها، ده معناه ان الكورد منير، فتبقى لا منير، دو ماجير، ري منير، مي منير، فا ماجير، سول ماجير، لا منير. السي بقى عندنا فيها مشكلة صغيرة قوي، ان بين السي والري دي تالتة صغيرة، وبين الري والفا تالتة صغيرة تانية، فالتالتتين صغيرين، التالتتين صغيرين دول بيسموهم الكورد الديمينيشت. طعمه غريب كده، وبيبقى طعمه مثير للتعجب او مثير لحالة غريبة من الجنون يعني. فهنعمل دلوقتي كورد السي والري والفا، طعمه كده يعني عايز يطلعك بره العمارة يعني. احنا عملنا الهارموني بتاع سلم الدو ماجير ده كله، طيب وماشي، وبعدين فين المزيكا في الموضوع ده؟ انا مش هقعد اعمل سلالم بقى وافضل اعيش طول عمري في السلالم والقصه ديت يعني. لا، انت عشان تقدر تعمل مقطوعه اساسا او جمله موسيقيه، هنبدا الاول بالجمله. ما احنا خلي بالك لما بنتعلم القرايه، لما بنتعلم حتى الكلام، بنقول بابا ماما مش عارف ايه، بعد كده نعمل جمله سخنه، الاكل سخن، الاكل بارد، انا عاوز اكل،
انا عاوز اروح الحمام، مش ده الطفل بيتعلم كده في الاول؟ بعد كده بنبدا ندخل بقى في جمل اعمق، انت رحت ليه امبارح الحته ديت مع انك كان ممكن تيجي هنا؟ طب ليه ما جيتش امبارح مع انك انت كان ممكن تروح تشوف اصحابك؟ انت ما جيتش ليه امبارح؟ احنا كلنا كنا بنتفسح فسحه حلوه. ادي جمله، الجمله مفيده. هيجي الرد بتاعها يقول لك لا ما اصل انا كان عندي ميعاد تاني، يا خساره انا فاتتني الفسحه بتاعكم. الموضوع ده كله بقى باراجراف او بقى عباره، الموضوع مش جمله، عباره كامله بقى، العباره من جمله وردها وجمله وردها، سؤال وجواب وسؤال وجواب. هي المزيكا كده بالظبط، ما هي رساله يا جماعه، المزيكا زي ما قلنا انها لغه، فالمزيكا اللغه ديت هيبقى فيه عندك سؤال وجواب. عاده الموسيقى يعني بنعملها السؤال والجواب ده في جمل موسيقيه، الجمله دي ممكن يكون طولها اي طول والرد بتاعها يكون طوله اي طول على حسب ما انت عاوز يعني. فاحنا هنبدا مثلا بجمله موسيقيه، انا جعان، زي طفل مثلا، انا جعان، الجمله وخلاص وهتخلص والقصه خلصت يعني، الجمله هي العباره يعني. فانا جعان ديت عاملها على اربع موازير، عاملها على اربع موازير. نبدا بقى ونشوف معانا هنعمل ايه في الاربع موازير دول. اول ما هبدا في الجمله بتاعتي اللي احنا قلنا عليها، الجمله من اربع موازير، لو انا بدات وحطيت اساس السلم اللي انا بشتغل عليه، خلي بالك شوف بقى علاقه السلم بالهارموني، لو بدات وحطيت السلم اللي انا بشتغل عليه سلم دو ماجير، هبدا اول كورد في الجمله ديت بالاسم السلم بتاعي اللي هو كورد الدو، هركز عليه، وهنهي في الاخر بالدو. ببدا الاغنيه بالسلم بتاعي وبنهيها بالسلم بتاعي. خلي بالك الجمله دي هي جمله، هي عباره، هي الاغنيه كلها. يعني الطفل الصغير بيقول انا جعان عاوز اكل، بس خلاص هو قال كده بس خلاص. ما احنا بقى نجهز له بقى الاكل ونعمل وناكل البيبي وبتاع، قصه تانية خالص بقى. فدي ايه، انما هو خلص كل المحصول بتاعه بتاع الجمل عشان يعمل الموضوع دوت. طيب في الوسط لو انا حطيت النغمه التانية هيبقى ايه السلم في السلم الدور ماجير؟ الري، احنا قلنا ايه، ري مينير، ري مينير، والخمسه بنزل منها على الاولى، خمسه بنزل منها على الاولى، الخمسه ننزل منها على الاولى ديت بيسموها قفله تامه، قفله تامه. حاول دايما في الحانك يبقى في نهايه الجمل قفله، قفله تساؤليه او قفله انت خلاص داخل بقى بتنهي خالص، فقفله تامه تنهي بيها خالص. في علم في الموسيقى حللوا لو حطوا الكورد الخامس بيبقى قوي جدا ونزلوا منه على الكورد الاول، وده كورد قوي جدا في السلم، خلاص ده بيحسس المستمع ان الجمله خلصت وهتبدا انت حاجه جديده بعدها. طيب نسمع بقى ونشوف. لو عزفنا المقطوعة اللي احنا قلنا عليها ديت عبارة عن كورد الدو، ري مينير، سول، وارجع تاني على الدو، اولى تانية خمسة اولى، كل واحدة مزورة. نسمع. عملنا كده أول جملة موسيقية لينا، أولى تانية خمسة أولى. طيب لو شلت التانية هحط إيه؟ فاضل إيه من الكوردات؟ إحنا قلنا الكوردات القوية اللي بتبقى ماجير جوه السلم الأولى والخمسة. في عندنا كمان الرابعة، الرابعة ده قوي برضو. فلو حطيت مثلا الرابعة بدل التانية دي، نحط كده الرابعة، الرابعة هيبقى إيه؟ دو ري مي فا. النغمة الرابعة فا، طب الفا عندنا في السلم الأولاني اللي قلنا عليه دي فا ماجير ولا منير؟ فا ماجير. لو شفت الاف كابيتال في اي كوردات اغنيه لوحدها كده من غير اي حاجه تعرف ان دي فا ماجير. لو شفت الفا وجنبها ام ماينر، ام سمول صغيره كده جنبها، ده معناها اف ماينر حتى لو اف كابيتال. اوكي، فلما بتكتب اسم الكورد لوحده ده معناه ان الكورد ده ماجير، الناس كلها بتفهم ان ده ماجير، ده لغه متعارف عليها في الموسيقى. لو حطيت جنبه ام سمول يبقى الكورد ده مينير. طيب هنعمل بقى، هنغير مكان الري مينير ديت ونحط فا. طيب اكتب فا يا عم، كويس قوي كده، ابدأ تاني يا عم الحاج.
الله، ده انا شلت بس الري، حطيت مكانها فا. طب فاضل ايه؟ فاضل انهي كورد ما حطيناهوش؟ ما حطيناش إيه المي. المي عندنا في الكورد ايه؟ في سلم الدو ماجير الكورد بتاعها مي ماينر. طيب هات يا عم اكتب مي ماينر. احنا هنجرب كل حاجه يا عم هنا. زي ما قلنا حطينا الام سمول جنبها، الكمبيوتر هيفهم دلوقتي ان انا عايز اعزف مي مينير. ده نفعت. طب فاضل ايه؟ لا لا منير. يلا يا عم الحاج سوق. الله ده نفع. لو حطيت قفله تامه في نهايه الجمله وركبت اي كوردات قبلها، كل واحد بيديني طعم غير التاني، وده اللي هيخلي بقى المؤلف يختار ده وما يختارش ده، وده يعمل له خيال وده ما يعملوش خيال. خلي بالك احنا عملنا كده جمله واحده. طب تخيل البيبي ده كبر بقى شويه وهيكتب جملتين. ماما انا عاوز اكل عشان انا جعان، او مجموعه من الاصحاب بيسالوا اصحابهم انت كنت فين امبارح، ما جيتش ليه لما خرجنا مثلا. جملتين، جملتين عملوا جزء من عبارة. طيب نجرب الجملتين دول هيبقى فيهم ايه. ادي زي ما انت شايف كده جملتين قدامك، كل واحدة اربع موازير، كل واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة، وواحد اتنين تلاتة اربعة، اربع موازير، المجموع كله تمانية. بدأنا اول مزورة بالسلم بتاعنا اللي هو دو ماجير، ونهينا اخر مزورة بالسلم بتاعنا دو ماجير، زي ما قلنا بنبدأ وننهي على اسم السلم. طيب طب ايه يا عم؟ طب حط اللي في النص ده ينفع ايه؟ بص ما احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم كلامنا جمل، ما فيش حد بيقول انت كنت فين امبارح ما جيتش ليه عشان احنا خرجنا امبارح عشان احنا كنا ما حدش بيقول كده ابدا. انت بتقول الكلام جمله وبعدها بتقول جمله تانية. انت كنت فين امبارح؟ ده احنا خرجنا خروجه حلوه. يبقى كده ايه، في جملتين عملوا لي العباره دي. طيب اول جمله انا قررت انهيها على كورد ضعيف حتى مش قوي، خلاص هنهيها على الايه، من لا ماينر. انا قررت انهيها على كورد ضعيف. طب الحشو اللي في النص ده ممكن احط، هخلي دي دو ماجير زي ما هي كده، وممكن احط مثلا كورد تاني ضعيف مي مينير. خلاص كده انا ما خرجتش خالص من سلم الدو ماجير. وبعدين السلم الدو ماجير زي ما اتفقنا خلصنا الجمله التانية على الدو، هبدا الجمله التانية بايه؟ فاضل ايه؟ ما استعملتش الري مينير. ري مينير. طيب وهل استعملت السول والفا؟ لا، احط سول والفا. طب افضل السول يبقى قبل الدو؟ عشان يديني قفله كامله. طب احط عمين السول قبل الدو واحط الفا قبلها. طب نسمع بقى البروجريشن ده. بروجريشن يعني ايه بروجريشن؟ دخلنا هنا بقى. بروجريشن هو تنسيق من الكوردات ماشي ورا بعضه علشان يديني موضوع هارموني. الموضوع الهارموني دوت ممكن اكون عندي لحن بركب له انا هارموني ورا، فانا عندي السلم اللي شغال عليه الملحن وبتاع، وانا بركب هارموني من ورا واعمل جمل هارمونيه ورا اللحن اللي الراجل عامله. وممكن انا بالف موسيقى، يعني انا عاوز ان انا الف موسيقى فعجبتني لحن معين انا ماشي عليه في دماغي فعايز اعمل له هارموني. وممكن انا لقيت سيستم مجموعه من الكوردات ماشي على ايقاع طلع لي خيال، اما عملته مع بعضه طلع لي خيال اعمل سولو عليه، فبتبع السلم اللي انا اخترعته في الهارموني. ولو كنت هخرج عنه عارف انا خارج عنه رايح فين وجاي منين، ساعتها بقى ده انا بألف كمان على الهارموني. يعني ممكن الهارموني دي تعمل خيال ليا بحيث ان اطلع جمل موسيقيه واعمل سولوهات عليه. طب نسمع كده ونشوف. نسمع بقى انتاجنا.
عندنا موضوع هارموني. الله طب وهعمل انا بقى ايه بقى بيه بقى؟ اتفرج بقى هنعمل ايه بيه بقى؟ نعمل سولو عليه ونعمل نجرب عليه لغايه ما نطلع سولو. في سولو هيبقى فيه جمل تريحنا، جمل مرتاحين لها، جمل تنفع، مقدمات موسيقيه وبتاع، وتبدا انت تطلع بقى جمله في جمله في جمله، وتعمل انت مثلا مقطوعه او تعمل انت تلحين لغنوه مثلا على الهارموني اللي انت ركبته ده. طيب نجرب كده ونشوف. اشوفكوا الحلقة الجاية.